السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. من بداية الموسم رغم الهزيمة أمام الاتفاق 1-0، وأنا بقول لك إن الشباب بيقدم لك عظمة كروية رائعة متميزة، وجبة دسمة. اتفرج على الشباب وأنت بتستمتع على الكورة. النهاردة الشباب بيقول لي إن أنا على الأقل هذا الموسم موجود في المربع الذهبي. الشباب مش هيخرج خارج المربع الذهبي بالشكل والأداء والتكتيك اللي موجود النهاردة. النهاردة أمام الرائد بيلعب 3-4-3، حارس مرمى الرائد مشاري سنيور هو نجم المباراة، شايل بتاع حوالي 7-8 أهداف محققة، منهم كور بتكون مغيرة اتجاهها بيقدر إن هو يتصدى فيها. كراسكو بيقود الفريق. أنا مش حافظ معظم أسامي فريق الشباب عشان أكون واضح معاك، لكن حافظ الجمل اللي هو بيعملها بشكل تكتيكي وأداء مميز. الجملة الهجومية والجملة الدفاعية، رومنتادا، وكانت الرومنتادا ممكن تفتح في أداء ونتائج أكبر من كده. الكورة النهاردة اللي بيمثلها نادي الشباب بيلعب بمستوى عالي أعلى من فرق صرفت كتير. فريق اشتغل صح، فريق عمل تشكيلة وأداء ممتع من أول الموسم. اتغلب من الاتفاق 1-0 وكان مقدم مباراة رائعة متميزة، والفرقتين تقال. تقول لي الاتفاق ولا الشباب؟ اقول لك الفرقتين تقال. الشوط الاولاني الشباب امام الاتفاق عمل مباراه كبيره جدا كبيره جدا، وخلصت الشوط الاولاني. كراسكو حط في افتكر في مباراه الاتفاق حط كره في العارضه في الشوط الاولاني، يعني هي مكانها الشبكه. والشوط الثاني كان سجال ما بين الفريقين. والنهارده بعد استمرار الدوري وان احنا في الجوله الخامسه، رابع انتصار على التوالي لنادي الشباب يستحق. الجمهور النهارده بيدي دافع لنادي الشباب، وحقه انه يروح ورا فريقه، وحق ان جمهور الشباب يظهر بقوه هذا الموسم، لان فريقه في المنافسه وافضل من فرق كتير. حقيقه ان هي تكون في المكان ده، لا، الشباب هيقول كلمته. على الاقل السنه دي هيكون في المربع الذهبي، منافس في كاس الملك بشراسه، ليه مقعد في دوري ابطال اسيا. وتذكر كلامي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله نشوف ان هو مستمر بهذا الاداء وهذه الروعه وهذه النتائج الطيبه الجميله الممتعه. الشباب بيقدم كوره يا جماعه. ايه ده اللي كراسكو بيعمله ده؟ بيعمل شغل عالي. حارس مرمى الرائد هو نجم المباراه، بصد الكام كوره، كام كوره متصد ليها. ده يعني توفيق كبير جدا ان هو يشيل الكور دي والاهداف دي المحققه لنادي الشباب. والشباب بيقسم وبيلعب بارتياحية. تحياتي للشباب السعودي اللي بيقدم لنا عظمة كروية هذا الموسم، وهيدخل في المنافسة، وان شاء الله بإذن الله الإعلام يحس بوجود الشباب بشراسته وبقوته ويتكلم عنه ويديله حقه. وجمهور الشباب ما يسيبش نادي الشباب السنة دي عشان الشباب في المنافسة. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والف مبروك للشباب، وهارد لك للرائد، ودوري ان شاء الله يكون مميز وممتع. وهنتكلم عن سيناريو الكره السعوديه وايه المتطلبات عشان الدوري يبقى من افضل الدوريات في العالم. بس اتمنى ان كلامي ورسالتي توصل للمسؤولين عشان نشتغل صح. هتكلم عن السيناريو المطلوب في الدوري السعودي. اتمنى تسمعوني وتوصلوا رسالتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.